تفقد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في جولة موسعة الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع تطوير مدينة سانت كاترين موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام، حيث استهل جولته التفقدية بالمرور على الأعمال الجاري تنفيذها بمنطقة الزيتونة إحدى مكونات مشروع تطوير مدينة سانت كاترين، والتي تضم 580 وحدة سكنية وسياحية ومسجدا وكنيسة ومدرسة وسوقا تجارية. ومن المقرر افتتاح المرحلة الأولى من المشروع إبريل المقبل بتكلفة 4 مليارات جنيه. المشروع من بدايته شكلت لي لجنة عليا، اللجنة العليا ممثل فيها كل الوزارات وكل الجهات المعنية ذات الصلة، وعلى رأسهم وزارة الآثار ووزارة البيئة ووزارة السياحة، وكل هذه الجهات في اللجنة العليا بتقوم بزيارات ميدانية على الأقل كل شهر عشان تتأكد من ان كل المخرجات اللي تم مناقشتها وتم الوصول اليها بالتوافق مع كل الجهات هي اللي بتتنفذ. بالإضافة لده احنا المشروع لا يشمل فقط تطوير العناصر اللي احنا شايفينها النهاردة، احنا كنا عند عنصر تاني قرية الزيتونة، وده مجتمع عمراني صغير بيتعمل عشان السكان المحليين اللي هنا. بالإضافة ان المشروع بيشمل في احد مكوناته الهامة جدا هو تطوير العمران القائم في سانت كاترين الحالية، يعني المباني القائمة والمدينة الحالية والمنطقة الخدمية، واحنا هنروح نبص عليها جاري تطويرها بالكامل، حتى مناطق الإسكان الخاصة بأهالينا في سانت كاترين بيتعمل لها عملية رفع كفاءة وتطوير في إطار المشروع. وانتقل وزير الإسكان لتفقد المنطقة التي تضم مركز الزوار والمخصص لتقديم مختلف الخدمات للسائحين، ويضم محل ومكاتب إدارية والقبة السماوية والفندق الجبلي وساحة السلام، وبها ساحة للاحتفالات الخارجية ومبنى عرض متحفي متنوع ومسرح وقاعة مؤتمرات وغرف واجتماعات. المبنى ده هو نقطة الزيارة الأولى لكل القاصدين لمنطقة التجلي الأعظم في الزيارات، هيبقوا موجودين هنا. ده مركز المعلومات، الانفورميشن سيستم، الجيفت شوب، الإدارة وكل التوزيع للعناصر المختلفة بيتم من هنا. الأوتوبيسات حتى السياحية والناس اللي هتيجي بتركن في هذا المكان وبتاخد الجولف كورس أو الإلكتريك كار أو السيارات الكهربائية عشان تنتقل داخل المكان. الانبعاثات البيئية هنا مفروض إن هي تكون منعدمة، حتى الإضاءة ما فيش أعمدة إضاءة، هيكون لاحتراما للمكان ولطبيعة السماء. وهنا دي احد المزارات الرئيسية للناس اللي بتعمل مراقبة للنجوم والخط السماء. بعد كده في الاكس بتاع الفيزيتور سنتر في الاتجاه دوت هنلاقي ساحة السلام. ساحة السلام هي ساحة بتمارس فيها كل الشعائر الدينية، الناس اللي عايزة تناجي المولى عز وجل، كل واحد بأسلوبه وبطريقته بمعتقداته. وده مبنى مبني داخل الجبل، لما هنشيل الجزء السطحي بتاعه ده هنلاقي قاعة مؤتمرات كبيرة بتساع أكتر من 500 زائر، وقاعات أخرى للمحاضرات والمناظرات ومناطق ومطاعم وكافيتريات ومناطق للعرض. وهيبقى إن شاء الله في المبنى هنا هو تاور بيقدر يعمل فيه ميديا، تقدر تشغل أشكال وأنواع من الأفلام أو تعمل إسقاطات على الجبال وما إلى ذلك. وبنلاقي في الجنب هنا في المنطقة الجبلية في حضن الجبل معمول فندق جبلي، لما بيكمل وبينشأ بالحجارة الخاصة بمنطقة الجبال ما بتبانش زي كل المباني الطبيعية اللي مبنية هنا. الأشجار واللاندسكيب اللي معمول كله من المكان، والاهتمام الأكثر بأشجار الزيتون، وهو دي من الحاجات السائدة واللي موجودة هنا. ويأتي تنفيذ مشروع تطوير مدينة سانت كاترين موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام طبقا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير مدينة سانت كاترين ووضعها بمكانتها اللائقة وتعظيم الاستفادة من مقوماتها السياحية ذات الطابع الأثري والديني والبيئي، تماشيا مع اتجاهات التنمية المستدامة لتكون مقصدا للسياحة الروحانية والجبلية والاستشفائية والبيئية على مستوى العالم.
كان في تكليف من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيام الدولة ممثلة في وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتطوير منطقة سانت كاترين وموقع التجلي الأعظم بما يتناسب مع قيمة وأهمية هذا المكان. المكان ده مكان روحاني له أهمية دينية عند كل الأديان، وبالتالي لما نيجي نتكلم دلوقتي على مفردات التنمية اللي بتحصل في الموقع هنا هنعرف ان هي بتخاطب كل الناس. بداية كل المعايير اللي تم عليها تصميم المكان وتخطيطه كانت معايير الالتزام بالعناصر البيئية وبالجوانب البيئية، وكان الجانب البيئي والطبيعي هو الجانب المرجح لأي خيارات تنموية بيطرحها. احنا جنبك بنعمل هنا مجموعة مباني خدمية للبدو، وبنعمل حركة مخرط سيول لحماية المدينة كلها، بنخرج كل السيول من المية بنخرجها برا المدينة داخل المدينة ونجمعها في مكان يتعمل الريجيشن صرف، يعني صرف وري، وبنزود الطاقة الاستيعابية بتاعت الخزانات المية للمدينة كلها. بالإضافة حركة ان احنا بنعمل ممر السيول دوت عشان حركة ممر السياحة عالمي، يبقى مدينة عالمية تتحول إلى مدينة عالمية. طبعا بيبدأ هات من جبل موسى ودير سانت كاترين، دير طبعا اثري بقى له 1500 سنه يعني، طب مكان اثري الناس كلها بتجي له من جميع انحاء العالم يوميا بيجي له مثلا 3-4000 سائح. فطبعا عايزين نرفع كفاءه المكان يبقى مكان عالمي، زياره عالميه، وتجي له شارتر مطار بتعمل ثم طيارات شارتر تنزل على طول على المكان. أوضح وزير الإسكان أن المشروعات الجاري تنفيذها لتطوير مدينة سانت كاترين تشمل إنشاء النزل البيئي الجديد امتداد بمنطقة وادي الراحة والذي يضم 216 غرفة، بالإضافة إلى إنشاء الحديقة الصحراوية بمحاذاة سفح الجبل، وتربط النزل البيئي الجديد بالفندق الجبلي وممشى درب موسى والذي يحاكي المسار التاريخي لسيدنا موسى عبر وادي الراحة وصولا لجبل التجلي، وكذا تطوير النزل البيئي القائم وتطوير منطقة استراحة السادات وإنشاء ساحة السلام. وزير الإسكان في جولة تفقدية بمدينة سانت كاترين لمتابعة تنفيذ مشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتلك البقعة المقدسة حاضنة الأديان والسلام. هاني نحاس على مسؤوليتي.